السلام عليكم، برحب بحكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. والنهاردة هكلم حكم عن موضوع منتشر في أسر كتيرة وعامل مشاكل كتيرة في الشباب والكبار، وهو الضغط المنخفض. هتكلم معاكم الاول يعني ايه ضغط، يعني ايه ضغط منخفض، ايه اهم الاعراض، وبعد كده نعرف برضو الاسباب وكمان العلاج. ضغط الدم هو عبارة عن قوة جانبية بتضغط على الشرايين من الداخل، مصدرها عضلة القلب. والضغط بشكل عام هو عبارة عن علاقة ما بين حجم الدم وقطر الشرايين. ضغط الدم بشكل عام بيبقى متغير ومتذبذب، بمعنى ان لما القلب بتاعنا بيضخ الدم بيبدأ الضغط يعلى جوه الشرايين ويصل الى اعلى قيمة. اعلى قيمة يا جماعة بنسميها الضغط الانقباضي، وده قيمته في المتوسط من 90 ل 140، ونقول ان الشخص ضغطه عالي لو بقى اعلى من 140 ضغطه الانقباضي، ونقول ان ضغطه بدا يبقى قليل لو اقل من 90. بعد كده يبدا القلب يرتخي والضغط يقل جوه الشرايين ويصل الى اقل قيمه اللي بنسميها الضغط الانبساطي، وده قيمته من 60 الى 90، ونقول ان الشخص ضغطه عالي لو كان اعلى من 90، ونقول ان ضغطه منخفض لو اقل من 60 والمتوسط 80. يبقى متوسط الضغط الانقباضي 120، متوسط الانبساطي 80، وبالتالي ضغط الدم المتوسط بيبقى 120 على 80، ونقول ان الشخص ضغطه عالي لو كان اعلى من 140 على 90، ويبدأ العلاج بتاع الضغط العالي، ونقول ان ضغط منخفض لو بقينا اقل من 90 على 60. بس استنوا، ما نبدأش العلاج. ما نبدأش العلاج ليه؟ لان مع الضغط الواطي بتبقى القصة مش ارقام بس يا جماعة، يعني مش مجرد ان احنا كسرنا الرقم ده في الضغط الواطي نقول ان احنا لازم ناخد علاج. العبرة هنا بالاعراض، يعني الشخص عنده اعراض ولا لا، يعني بننفذ روح الارقام مش قيمة الارقام نفسها. لو واحد ضغطه 85 مثلا على 60 وما عندوش اعراض، انت زعلان ليه؟ تدي له علاج ليه؟ هو ما بيشتكيش من حاجة، مش لازم ياخد علاج الضغط المنخفض. كمان بنأكد على فكرة ان الارقام دي بتبقى يعني مبنية على استخدام جهاز معين وشخص معين بكفاءة وخبرة معينة بيقيس. يعني القصة مش واحد يقول لك رقم كذا ياخد ايه. فأجهزة الضغط على سبيل المثال، في عندنا أجهزة زئبقية، في عندنا أجهزة هوائية، وفي عندنا أجهزة رقمية. الأجهزة الزئبقية القديمة دي هي أدق حاجة على الإطلاق، وبعدها على طول في الدقة الأجهزة الهوائية، وأقلهم في الدقة على الإطلاق اللي هو أسهلهم في الاستخدام اللي هي الأجهزة الرقمية. كمان بيفرق معانا مين اللي بيقيس، لازم يا دكتور متخصص، يا صيدلي متخصص، يا ممرض متخصص. أي حد تاني مش هناخد بكلامه، يعني مش هناخد كلامه بشكل نهائي، لأن إحنا بناخد الأرقام دي نبني عليها خطة العلاج. بعد ما تعرفنا يعني ايه ضغط دم، وعرفنا يعني ايه انقباض ويعني ايه انبساط وايه هو ضغط الدم المظبوط، يا ترى ايه هي الاعراض؟ ودي نقطة مهمة جدا. اول واهم الاعراض في الضغط المنخفض يا جماعة هي الدوخة والزغللة والهبوط العام والخمول العام والكسل والميل للنوم باستمرار. تلاقي الشخص يقولك اول ما بقف الدنيا تلف بي، لازم اقعد تاني واشرب حاجة، اكل حاجة، تبدأ الامور تتحسن. دي اهم الاعراض يا جماعة، واللي بناء عليها وبناء على تكرارها نبدأ علاج الضغط المنخفض. طبعا الشخص ممكن بيبقى عنده ضعف عام زي ما قلنا، وعنده كمان ضعف في التركيز. يعني لو ده طالب تلاقي التحصيل بتاعه قليل، وفي الشغل بتاعه تلاقوا ان اداؤه اقل من المعتاد. دي كلها برضو اعراض للضغط المنخفض، كمان مع حالة من الصداع الخفيف. اللي عايز اكد عليه هنا ان في نقطة فاصلة يا جماعة، لو الضغط كمان قل شوية عن كده بندخل في حاجة اسمها صدمة الجهاز الدوري، وده خطيرة للغاية. ويجب ان الشخص اللي ضغطه منخفض يبقى واعي لنفسه وعارف اللي عنده وعارف يتعامل معاه ازاي، علشان ما يوصلش لمرحلة الصدمة. مرحلة الصدمة معناها ان الشخص يفقد الوعي ويقع من طوله. ده الشخص ده واقع من طوله، عمال بيترعش وبدأ يعرق، وده علامة مهمة جدا. العرق علامة مهمة جدا لانخفاض الشديد في ضغط الدم والدخول في الصدمة. تلاقي ضربات قلبه سرعة جدا، تلاقي جسمه البارد، وتلاقي لونه شاحب كده، دخل في الصدمة، وده خطيرة جدا. لازم نركب محاليل بسرعة وننقل العيان بسرعة للمستشفى. بعد ما تعرفنا على اعراض الضغط المنخفض واكدنا ان يجب ان العيان يتعالج قبل ما يدخل في صدمة الجهاز الدوري نظرا لخطورتها، يا ترى ايه اللي بيعمل لنا ضغط منخفض؟ عندنا على الاقل يا جماعة 10 اسباب مهمة، وباكد دايما ان الضغط المنخفض بيكون سببه خلل في حاجة من اتنين، يا قطر الاوعية الدموية بيتسع، يا حجم الدم بينكمش. اول هذه الاسباب
وأشهرها هو الجفاف. مع الجفاف بينكمش حجم الدم، الضغط بينزل. طيب السبب الأساسي هو الترجيع والإسهال اللي هو النزلة المعوية، وكانت النزلة المعوية دي يا جماعة السبب الأول لوفيات الأطفال لغاية وقت قريب جدا، لأن الطفل بيسهل كذا مرة ويرجع كذا مرة، وهو المية اللي في جسمه كلها قد إيه يبدأ حجم الدم ينكمش، وعلى ما ينقله الدكتور يا يلحقه يا ما يلحقوش بيحصل عنده هبوط في الدورة الدموية ممكن يؤدي إلى الموت. علشان كده مع أي نزلة معوية لازم ندي لأطفالنا كميات كبيرة من السوائل في كل أشكالها. أهم حاجة عندنا معادلة بسيطة خالص، المية اللي داخلة جسمه أكتر من اللي خارجة من جسمه، هتلاقي الطفل عنده إسهال وعنده ترجيع وصحته العامة شكلها كويس وممكن بيضحك وبيلعب عادي خالص. السبب الثاني هو العرق الشديد. العرق الشديد خاصة لو واحد بيشتغل في جو حار وبيبذل مجهود والرطوبة عالية، ده وضع خطير للغاية، لأن المية بتتبخر من جسمه بشكل كبير جدا، ده يؤدي إلى انكماش حجم الدم، حتى لو الشخص بياخد سوائل ربما السوائل تبقى غير كافية. السبب الثالث المهم هو فقدان الدم، وأشهر سبب على الإطلاق هو غزارة الدورة الشهرية. بتلاقي البنت ضعيفة وعمالة تمشي تقع وتدوخ والكلام ده، ولما نسألها كده وناخد تاريخ مرضي تقول لك إن الدورة الشهرية بتجيلي كتير وبكمية كبيرة، هو ده سبب انخفاض الضغط. رقم 4 وجود حالة من الضعف العام والأنيميا ونقص الفيتامينات، ده برضو بينزل الضغط. رقم 5 وجود حالة من الحمى أو عدوى بشكل عام. طبعا مع ارتفاع درجة الحرارة ومع العدوى قطر الأوعية الدموية بيتسع. كمان الإنسان بيفقد الشهية للأكل والشرب، ده كمان بينزل الضغط. من الأسباب المهمة جدا يا جماعة اضطرابات الهرمونات، عندنا على الأقل 3 اضطرابات هرمونية تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. أولها هو نقص نشاط الغدة الدرقية. زي ما أنتوا عارفين الغدة الدرقية بتفرز هرمون النشاط اللي بينشط القلب والدورة الدموية والجسم بشكل عام، ولما بيحصل فيها خمول كل حاجة بتبقى في حالة سكون وهبوط ومن ضمنها ضغط الدم. كمان نقص نشاط الغدة الكظرية، وبالرغم ان نقص نشاط الغدة الكظرية بيعمل هبوط شديد وممكن يوصل عيان لمرحلة الصدمة، الا ان من رحمة ربنا ان هو نادر، خطورته ان ما بيخطرش على بال الدكاترة ونادرا لما نتوقعه ونعمله تحليل. الاضطراب الثالث في الغدد هو مشكلة السكر، والسكر ممكن يعمل انخفاض في ضغط الدم في حالتين على الأقل. أولهم لو الشخص بدأ يدخل في غيبوبة كيتونية بسبب ارتفاع السكر، بيبقى من علامتها التبول الغزير، ده يؤدي إلى حالة من الجفاف وانخفاض في ضغط الدم. كمان بعد سنين طويلة من السكر، يعني بعد مثلا فوق 20 سنة 30 سنة من السكر، بيحصل اعتلال في الأعصاب السمبسوية القابضة للشرايين. تلاقي العيان يقول لك أول ما جوا في الدنيا تلف بيا، عنده حاجة اسمها أوتونوميك نيوروباثي، اعتلال الأعصاب السمبسوية، بحيث إن هو لما بيجي يقف ما بيحصلش انقباض سريع في الشرايين يحافظ على ضغط الدم، فالضغط بينزل مؤقتا. من الأسباب المهمة برضو لانخفاض ضغط الدم هو أمراض القلب. هي مهمة نظرا لخطورتها، ولكنها ليست أسباب شائعة على عكس اعتقاد معظم الناس. كل واحد عنده ضغط منخفض متخيل ان هو عنده الدنيا باظت في القلب، وزي ما قلنا معظم المشاكل بتاع الضغط المنخفض بتبقى مشاكل بسيطة نظرا لإهمال الأكل والشرب والتغذية. لو عيان عنده فشل في عضلة القلب، والحاجات دي دايما هتبقى مع السن الكبير، وممكن لو في عندنا دي أو ارتجاع في الشرايين، ده يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وده بيبقى شائع أكتر في السن الصغير. من الأسباب المهمة جدا لانخفاض ضغط الدم هو الأدوية. بيجي لك العيان معاه شنطة أدوية وعنده مشكلة في ضغط الدم، غالبا السبب المشكلة في الشنطة دي. أول أدوية بتقلل ضغط الدم هي الأدوية اللي بنديها لعلاج الضغط المرتفع. العيان ماشي على جرعة والدكتور كتبها له، قال له خد الحباية دي مثلا كل يوم، والعيان ماشي على الكلام ده بقاله شهور وما بيتابعش مع الدكتور. الضغط اتظبط وبدأ كمان ينزل عن الطبيعي، فالعيان ماشي يقع من هنا هنا وناسي ان المشكلة ترجع لان هو ما بيتابعش كويس مع الدكتور، الضغط بدأ ينزل عن المعتاد. كمان ادوية القلب بشكل عام بتخفض ضغط الدم، فالعيان بياخد العلاج علشان القلب، ومن ناحية تانية ممكن ينزل عنده ضغط الدم. من الادوية الخطيرة جدا يا جماعة اللي هي مدرات البول، خاصة في الصيف. العيان برضو الدكتور اداله مدرات بول لانه شاف كميه من الميه موجوده في جسمه، فالعيان خد العلاج والمفروض يتابع، ما بيتابعش وماشي على العلاج، جسمه بينشف من الميه، وكمان مع الحر الميه بتتبخر، هبوط حاد خطير جدا مع كبار السن. بعض انواع المسكنات
برضو لها تأثير خافض للضغط. كمان أدوية الاكتئاب ممكن تخفض الضغط. لما الإنسان يتعرض لصدمة عصبية مفاجئة، ده بينشط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، ممكن يعمل هبوط حاد في ضغط الدم. كمان التعرض المستمر للضغوط العصبية ممكن عند بعض الناس يرفع الضغط، وعند بعض الناس خاصة لضغطهم أصلا منخفض يقلل الضغط أكتر وأكتر. من أكتر الأسباب شيوعا لانخفاض ضغط الدم هو إهمال الأكل والشرب. إن البنت الصبح تعالي افطري ماليش نفس، وبعد كده تعالي اتغدي، ده اكلت حاجه في الكليه على خفيف كده مش هتغدى، طب تعالي اتعشي بحب انام خفيف، طب ايه النتيجه؟ تمشي تقع في الطريق، الضغط بينزل نتيجه اهمال الاكل والشرب. وصلنا للنقطه المهمه، هنعالج الضغط المنخفض ازاي؟ اول حاجه يا جماعه بسيطه جدا، هو الاهتمام بالاكل والشرب. ما اهملش الاكل والشرب خاصه السوائل، اهم حاجه. لو انت مش قادر تاكل اشرب كوبايه ميه او اشرب كوبايه عصير. فالضغط في الاساس يعني اللي بيظبطه اكتر حاجه السوائل اكتر من الاكل نفسه. رقم 2، نعالج السبب. يعني لو واحد عنده مشكله في صمات القلب مش هتتحل الا لما يتعالج. حد عنده نقص في نشاط الغده الدرقيه لازم ياخد العلاج التعويضي. حد عنده جفاف لازم نلحقه ونديله علاج النزله المعويه، وهكذا. لو بدا يظهر على العيان في اي مرحله من المراحل لاي سبب من الاسباب علامات الدخول في صدمه، زي ما قلنا خلل في الوعي، وبدا يترعش وضربات قلبه تبقى سريعه، وبدا يعرق وجلده يبقى بارد ولونه بقى شاحب، بسرعه يا جماعه بنركب محاليل وننقله فورا للمستشفى. كمان نهتم بالصحه العامه، فممكن العيان يستفيد جدا من الفيتامينات والمعادن على الاقل قرص يوميا. كده انا خلصت النقاط المهمه عن ضغط الدم. اي حد منكم يا جماعه سواء بالنسبه لضغط الدم او لاي حاجه تانية هيسال اي سؤال في التعليقات انا هجاوب عليه، كل الاسئله هجاوب عليها ان شاء الله. واشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.